الموجز الرياضي نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. أهلا بكم، نستهل موجزنا من القلعة الحمراء إذ وقع اللاعب المهدي قناص اليوم الثلاثاء في صفوف الوداد البيضاوي قادما من الجيش الملكي بعد تجربة لم يتمكن من خلالها من فرض نفسه داخل الكتيبة العسكرية. وانضم قناص للفريق الأحمر في صفقة تبادل مع الجيش الملكي، حيث سينضم مهاجم الوداد إبراهيم البحري للفريق العسكري بالإضافة إلى قيمة مالية إضافية سيستفيد منها الوداد. ونبقى بالقلعة الحمراء إذ كشف مصدر قريب من البيت الودادي أن الفريق الأحمر تعاقد مع اللاعب الدولي السنغالي إبراهيم سوري كايتا لمدة 3 سنوات ونصف. هذا ويشغل كايتا البالغ 22 عاما مركز المهاجم الصريح، وقد كان محط اهتمام العديد من الأندية العربية وخاصة الزمالك المصري بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة. وإلى خبر آخر، إذ أنصفت محكمة التحكيم الرياضي الدولي المغربي حسين خرجة في قضية أمام ناديه السابق العربي القطري الذي فسخ عقد اللاعب بعد دخوله في شجار مع لاعب غرافة البرازيلي نيني. ولجأ العامد السابق للأسود إلى الطاس من أجل إنصافه بعد فسخ عقده من جانب واحد حينما كان يلعب في دوري النجوم القطري لصالح نادي العربي، وأصدر الطاس قراره القاضي بتعويض النادي القطري لحسين خرجة من خلال منحه 3 ملايين يورو. وإلى خبر آخر، إذ ألقت الشرطة القطرية القبض على رجل اقتحم تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني بالدوحة القطرية من أجل التقاط صورة مع عميد الأسود المهدي بن عطية، وذلك بعد أن أجرى الفريق البافاري استعداداته من أجل المرحلة الثانية من الموسم بالعاصمة القطرية بحضور جميع نجومه ومن بينهم المدافع المغربي المهدي بن عطية. موجزنا الرياضي انتهى، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.